مشاهدي قناة الدار، أهلا ومرحبا بكم هنا بمدينة الدار البيضاء في اليوم الأول من المعرض الدولي للكتاب في النسخة 25، واللي كيعرف مشاركة حوالي 700 عارض مباشر وغير مباشر كيمثلوا 40 دولة إسبانيا، فهي ضيف الشرف لهذه النسخة. حضور الزوار لا بأس به في اليوم الأول، نخليكم مع هذا الروبورتاج، تابعونا. الثقافة الصينية فهمتي راه بزاف ديال الأحداث كانت وقعات في الهيستوري ديالهم اللي خلانا نتعمقوا ونعرفوا أكثر عليهم، وهاد بزاف فريمون تكتبتهم حاجة زوينة أنهم كيكتبوا بالحبر وكيكتبوا زوين داك الشيء عندهم. كتبوا الاسمية ديالك، كيفاش سميتك بشي باقي ما جربت، عاد نجرب دابا. كنعرف كوريا، هي كوريا، المهم نهضر كوريا. اني ناسيو دا ايرومي مريم ايمي دا مناصو بانكاوايا. انا فرحانه بزاف حيت جيت مع الزميلات ديالي والاستاذه تاعتي، وصراحه المعرض زوين بزاف وعجبني وفيه بزاف ديال الحوايج زوينين ومفيدين. صافي شكون خلينا نجيو؟ احنا هاد الجيل ديالنا مولوعين بهاد الثقافة الجديدة، وكلشي ولا تيشوفها بزاف بزاف، وكثرية خديت واحد السمية ديالي بالشينوية زوينة، وتتحاول تعرفنا على شحال من حوايج وثقافة جديدة تتزاد لينا في الخبرة ديالنا. نيت شكرا. وهو كعادتنا كل عام كنجيو، والهدف هو التحفيز على زيارات المعرض وعلى قراءة الكتب، أخص لهاد الصغار الناشئة الصغيرة الصغار بزاف كاع. بزاف على القصص والترفيهية، قصص بالدرجة الأولى. حنا اللي حنا هاد بالنسبة لنا الصغار، حنا كنكونوا المسؤولين على الاختيارات ديالهم، بحال كنختاروا لهم قصص في المستوى ديالهم. كيف تابعتوا معنا مشاهدينا هذه أجواء اليوم الأول للمعرض الدولي للكتاب بمدينة الدار البيضاء الخط المغربي؟ كان حاضر بقوة وزوار من مختلف المدارس الوطنية جاءوا لتشجيع الأطفال والتلاميذ للقراءة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.